أرباب الحمامات يراسلون أخ النوش لإعادة النظر في قرارات العثماني. لا يزال عدد من أرباب الحمامات والرشاشات بالمغرب يعانون من تبعات قرار الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الصدد وجهت الجامعة الوطنية لجمعية أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب مراسلة لرئيس الحكومة المعين عزيز أخ النوش لإعادة النظر في قرارات العثماني. وطلبت الجامعة الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قرارات العثماني المنتهية ولايته التي قضت بإغلاق الحمامات والحكم على متسبيه بالإفلاس والتشريد، مناشدة بإصدار قرار يقضي بفتح أبواب الحمامات التئاما للمأساة والجرح الذي خلفه أزيد من سنة من الإغلاق دون مواكبة أو دعم يذكر.